90 مليار دينار رصدها الصندوق الوطني للتقاعد لعملية الزيادة في معاشات المتقاعدين الخاضعة لقرار رئيس الجمهورية الأخير والمتعلق برفع منح هذه الفئة، والتي مست عدداً كبيراً من معاشات المنتسبين للصندوق بدرجات متفاوتة وبأثر رجعي من ماي 2021. قيمة هذه الزيادات، بما أن فيها زيادات بالنسبة للتثمين معاشات بعنوان 2022 وكذلك بنسبة بعنوان 2021، السيد الرئيس حرص على أن تكون زيادات اللي ما خذوهاش المتقاعدين في السنة الماضية يأخذوها في هذا المرة، وبالتالي المبلغ الإجمالي لهذا النفقات يقدر بما يقارب 90 مليار دينار جزائري. ومست الزيادات كلا من المتقاعدين الذين منحهم أقل من أو يساوي 15,000 إلى غاية الأكثر من 43,000 دينار. إذن هي الزيادات المقررة التي قررها السيد رئيس الجمهورية كانت بنسب متفاوتة، بحيث أنه المتقاعدين اللي عندهم دخل ضعيف هم اللي استفادوا بنسبة أكثر، وبالتالي اللي عندهم المعاش أقل من 15,000 دينار جزائري راح يستفادوا ب 10%، ومن 15,000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري يكون 5%، ومن 20,000 دينار جزائري إلى 43,000 دينار جزائري يكون 3%، والمعاشات اللي هي أكثر من 43,000 دينار جزائري تكون ب 2%. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر رفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022، مسديا تعليمات بخصوص تطبيقها بأثر رجعي من ماي السنة الماضية.